اللي انا بقول لك عليه لما اجي اقول لك خبر واجي اقول لك صفقه، اعرف ان انا بقول لك حاجه يعني سليمه. راح فين اهو؟ جيت قلت لك فيديو يوم 19، قلت لك انكل ابو المعطي زكي يكشف مفاجاه مرتضى لجمهور الزمالك ومفاوضات عمر خربين. اهو يا عم خد مني يا بيه، جمهور الزمالك المحترم اللي بيتابع انكل ابو المعطي زكي ياخد هذه المعلومه. يفكر مرتضى ونجله المشرف على كره القدم ومستر باتريس كارتيرون في التراجع عن صفقه ايري بابل اللاعب الانجولي والتعاقد مع مهاجم صريح. خد مني التراجع عن صفقة أري بابل، قال لك أنا عندي هافات كتير، هو لعيب مهاري وكويس كل حاجة، بس هيبقى أحسن من مين؟ أحسن من شيكابالا، أحسن من حازم إمام، والنهاردة إسلام جابر مكسر الدنيا وقت في المباراة بتاعت سموحة، أحسن من محمد هناك، قال لك لا، أحسن هناك من في الجبهة اليسرى، قال لك لا، قال لك طب خلاص، طب ما بدله ما نجيب سترايكر صريح يبقى مع مين؟ يبقى مع مصطفى محمد. طب او لو مصطفى محمد مشي يبقى هو موجود. قالوا طيب وكاسونجو كابونجو، قال لك هو معانا يلعب الدور الثاني ونشوف. لكن الكلام على فيرويد والتراجع عن ايري بابل يا بيه، خد من انكر ابو المعاط والله العظيم، بص من بق مرتضى وعيال، ولما اقول لك معلومه قول لي. بيفكر في التراجع عن ايري بابل، هو امبارح كده في اخر المداخله قال لك وعندي مفاجاه للجماهير، فالناس قال لك ايه المفاجاه؟ فالناس قال لك هيروح وزاره التموين تاني والعدس والسكر والزيت والكلام من ده. انا بقول لك لا، التفكير هو التراجع عن صفقه ايري بابل والتفاوض على اثنين، عمر خربين مهاجم الهلال السعودي اللي الهلال السعودي مش عاوزه، وجاكسون موليكا مهاجم مازيمبي. هنا انا بقول لك النهارده بقى كل الدنيا عماله تتكلم عن ايه؟ عن جاكسون موليكا، عن سوري، عن عمر خربين. ادي اهوت يا بيه موقع في الجول اهوت النهارده، ماشي، بيقول تقرير سعودي الزمالك يتحرك لضم عمر خربين. طب الثاني تقارير سعوديه كارتيرون يطالب بالتعاقد مع عمر خربين. في الجول ويلا كورة اللي هم أكبر موقعين كورة، ماشي. فموضوع عمر خربين بفضل اللي احنا قايلينه من أسبوع وإن هم بيدرسوا ده وعاوزين ده، خربين في الزمالك الهلال مش عاوز، الهلال مش عاوز. المهم أن يثق المحترمين والعقلاء من جماهير نادي الزمالك العظيم، وليس العيال الأبيضة أو الشتيمة عديم الأدب والتربية. إن احنا لما بنقول معلومة بنقولها من واقع عملنا كصحفيين، نعرف نجيب معلوم، وبنجيبها منين؟ من بق واحد بندعو الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منه ليل نهار، أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، واحد ما فيش بيننا وبينه علاقة، كل شوية بنقول من يحميه ومن يدعمه ومن يسانده ويمارس ضدنا كل أنواع القهر والشتائم والبزاءة والانحطاط والسفالة وكل حاجة، ماشي، وعلى الهوى ويوجه لنا أفظع وأبشع الاتهامات، ماشي، لكن بنجيب لك المعلومه من بقه. هي دي شطاره الصحفي، ان حتى الراجل اللي انت ما فيش بينك وبينه اتصال ولا بينك وبين عياله اتصال وهم اصحاب القرار، ربنا سبحانه وتعالى بيجند لك ناس جنبه يحبوك ويقولوا لك كل معلومه هو بيفكر فيها، كل معلومه هو بيفكر فيها، كل تحرك هو بيفكر فيه. فسبحان الله سبحان الله، من اسبوع بنقول لك المعلومه وبتيجي النهارده معلومه صادقه، هو أن الزمالك يتفاوض مع عمر خربين، وأن ما ذكرناه ينشر في كبرى المواقع عن الرياضية في مصر والمملكة العربية السعودية. لله الحمد ولله الشكر سبحانه وتعالى. مش بقى اللي احنا لنا علاقات بيهم نجيب أخبارهم صح، ده احنا اللي احنا مفيش بيننا وبينه علاقة، ربنا سبحانه وتعالى بيسخر لنا ناس جنبه يقولوا خلي بالك يا أنكل كذا كذا كذا، خلي بالك يا أنكل كذا كذا كذا. اصل واحد يقول لك طب انت كنت معاهم، طب انت كنت على الخط، طب انت مش عارف ايه. العيال بقى اللي ايه يعني عندها مس من العبقريه،
فيقول لك الكلام ده اهو يا بابا اللي قلناه من اسبوع بيتاكد النهارده في مصر وفي السعوديه. عشان تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى مسخر لنا ناس جنبه يقولوا لنا كل المعلومات اللي هو بيفكر فيها، حتى الاذاعات اللي بيفكر لنا فيها، وبنبلغ الاجهزه الامنيه وخلاص، ما عندناش حاجه نعملها غير ان احنا نبلغ الاجهزه الامنيه. يعمل بقى اللي انت عاوز تعمله، اعمل اللي انت عاوز تعمله وسوي اللي انت عاوز تسويه، اقصى ما تستطيع فعله هو تنفيذ اراده الله زي ما قال سيدنا الشيخ الشعراء. طيب الصفقه الثانيه اللي انا عاوز اكلمك فيها اللي هو دلوقتي يموت ويعمل اي صفقتين او حاجه عشان يرضي جمهور الزمالك، وحتى صفقه حمزه المسلوسي متردد فيها، مش عارف ليه متردد جدا فيها، لدرجه ان هو انبهر برجب بكر وبالجون اللي عمله في ماتش بيراميدز في البعيده اللي محمد ابو جبل الحارس العملاق. فبداوا الكلام تاني مع رجب بكر وقالوا له هنخلصك يا رجب، واحنا عاوزينك يا رجب، واوعى يا رجب ما تجيش يا رجب. واحنا قال لهم يا جماعه انا باجي كل سنه، انا باجي رجب شعبان رمضان، انتوا عاوزيني انا ماضيلكم والعقد عندكم وانتوا اللي ما بتخلصوش. فقالوا لا هنكلموا احمد مرتضى، قال له لا احنا هنحاول نخلص الصفقه خلال الايام القادمه وهنفعل التعاقد، واحنا حتى لسه ما ايه حمزه المسلوسي جه وقعدنا معاه لكن لسه ما خلصناش، لكن انت هتيجي وهتبقى اساسي واعرف انك اساسي ومش اساسي. طب حمزه المسلوسي اللي هيبقى اساسي ولا هو اللي اساسي ولا حازم امام؟ حازم امام حتى الان لم يجدد تعاقده رسميا، حمزه المسلوسي لم يتم اعلان التعاقد معه رسميا، رجب بكار يتحدثون معه رسميا رغم انهم حصلوا على توقيعه. طيب ايه الصفقه برضو يعني هنقول رجب بكار اللي بيحاول نادي الزمالك انه يعملها باي حال من الاحوال في هذه الاونه؟ نبيل عماد دونجا، ودي خلي بالكم الصفقه دي اللي مقترحها عبقري زمانه مالك النص كابتن فاروق جعفر، قال له طارق حامد بيشطب، هات واحد يبقى بديله، انا شايف ان الصفقه دي روعه لنادي الزمالك، روعه لنادي الزمالك. طيب الزمالك عمل ايه؟ كلموا المسؤولين في نادي بيراميدز اللي شغال في هدوء وصمت مع كابتن عبد العزيز عبد الشافي ومع كابتن هاني سعيد، ماشي، وقالوا لهم هندفع 10 مليون وعندكم 8 مليون عند احمد الشناوي، خدوهم منه او اخصموهم منه، ويبقى كده الصفقه ب 18 مليون وبارك الله فيما رزق، ونبيل عماد دونجا يرتدي الفانيلا البيضاء نهايه الموسم. الناس في بيراميدز طلبوا 25 مليون جنيه مقابل رحيل نبيل عماد دونجا، اي مليون ونص دولار. انا شايف ان يعني ايه 18 مليون مش حلوين مش وحشين، خدهم يا عم، لكن نبيل عماد دونجا هو مستقبل مصر في هذا المركز، اذا كان هو جنب عمرو السوليه جنب محمد محمود، دول المستقبل اللي جايين، جنب حمدي فتحي، جنب حمدي فتحي، لكن الزمالك بعد طارق حامد يعاني في هذه المنطقه. فعشان كده لو خلصوا الصفقه دي هتبقى مكسب كبير جدا لنادي الزمالك، وحتى الان لم تنتهي. كمان كارتيرون الان من محمود عبد العزيز بعد الغضروف ما اشركوش حتى في مباريات ولا حاجه، ولسه الدنيا هيصه. انا ماليش علاقه، واحد بيقول لي دلوقتي بيقول لي الكلام عن الصفقات ده اشغال لجماهير الزمالك عن موضوع الفساد في النادي، مش دوري، انا دور اقول الخبر، دور اقول الخبر، دور اقول هما بياخدوا ايه وبيعملوا ايه وبيسووا ايه، ماليش علاقه. يوسف اوباما في خلاف على التجديد له، يوسف اوباما يحصل على 2,225,000، حتى الان بيتكلموا في 4 مليون و5 مليون وكلام بالشكل ده. يوسف اوباما قال لهم طب ازاي يعني ابقى انا بلعب جنب فرجاني ساسي اللي بياخد 36 مليون وطارق حامد اللي بياخد 15 مليون ومحمود علاء اللي بياخد 12 مليون ورا، وانا راجل لاعب وسط مهاجم ومؤثر وعندي التزام وانضباط، وتقولوا لي كده؟ افترض تعوضوني عن اللي فات، ها، خاصه ان عادي بينتهي بنهايه الموسم المقبل واحصل على راتب كويس. مرتضى في قعده تجلي وافق ليوسف اوباما، قال له لا نديك 15. امير مرتضى عرف، قال له يابا انت هتبوظ الدنيا كده، يابا هتبوظ الدنيا، يابا هتبوظ الفرقه، ازاي يوسف اوباما ياخد 15 وحازم امام لسه ما جددناهوش بسته وعبد الله جمعه بيقول 8 وبنقول له لا؟ قال له ده الواد اوباما
ده كويس. قال له يابا ده مش رئيس امريكا، يابا ده مش رئيس امريكا، ده لعيب عندنا. قال له يعني ايه؟ قال له يعني موت المفاوضات. وماتت المفاوضات وهديت الدنيا على موضوع يوسف اوباما. يوسف اوباما حابب ان الدنيا تهدى. ليه؟ لانه عنده عروض من السعوديه ممكن تظهر مع نهايه الموسم او في يناير يروح للسعوديه. حابب جدا 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 يروح السعوديه ويلعب في الدوري السعودي وينتعش في الدوري السعودي. فيوسف اوباما الغلبان المسكين اللي بياخد 2,225,000 وعواد بياخد 16 مليون، جنش بياخد 3، مفيش عدالة مالية. لكن كل واحد بقى بيجي تجديد عقده بيقول لك ايه، اظبط نفسي وعدل نفسي واظبط اموري يعني. طيب في حاجة تانية برضو في اطار محاولات رئيس نادي الزمالك انه يعمل مفاجأة يفرح بها الجمهور. محمود وادي مهاجم المصري حصلوا على توقيع لمدة 4 سنوات مقابل 6 مليون جنيه في الموسم، وقالوا له احنا علاقتنا ممتازة بآل حلبية، فانت اقعد على جنب واحنا نخلص الصفقة مع آل حلبية في نهاية الموسم، يكون القيد اترفع، يكونوا رفعوا عنهم العقوبة، يكونوا اي حاجة ويظبطوا الدنيا، وما تقلقش يا محمود يا وادي، هتيجي عندنا وهتلعب وهتبقى الدنيا كويسة.